يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة متوقع غدا بإذن الله على عدد من محافظات ومدن الجمهورية. القاهرة 36-26، إسكندرية 34-24، مطروح 33-24، بورسعيد 33-25، إسماعيلية 37-25، السويس 37-26، العريش 33-24، طابة 34-26، شرم الشيخ 39-29، الغردقة 39-29. أما عن الأقصر 43-28، أسوان 44-29، الوادي الجديد 42-25، شلاتين 41-30، وحلايب 26-39. والآن نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.